السلام عليكم سيدنا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. حياكم الله سماحة سيد ليث. الله يحفظك يا عزيزي. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. وأنا موالي من مصر وصديق معك على الصفحة، وأحببت أن أسلم عليكم. أهلا وسهلا ومرحبا. حياك، تفهم اللهجة المصرية يا شيخ يا سيد لا مؤاخذة؟ نعم تفهم اللهجة المصرية إن شاء الله. إن شاء الله. حياك والله، أحببت إن أنا يعني أستفسر منك في أمر، أنا موالي جديد. أهلا وسهلا. حياك الله. لماذا الإمام علي سلام الله عليه لم يقاتل أبا بكر على الخلافة وقاتل مانع الزكاة؟ فهل الزكاة أهم من الأئمة الاثني عشر ومن الإمامة؟ اسأل أصحاب الصرف، اسأل أهل الذكر. أصحاب الصرف؟ اسأل أهل الذكر، اسأل أصحاب العلم. وأنت سيد؟ نعم أنا سيد، بس اسأل أصحاب الذكر. طيب أنت إمامي فسكر، اسأل أصحاب الصنف. صنف إيه يا عم؟ بس أنتوا دماغكم في الأصناف اللي بتشرب ولا إيه؟ اسأل أصحاب الصنف، اسأل أصحاب الذكر. طيب وأم سكر، لأن ما عنده إجابة، لأن السؤال عصبه، لأن ما في إمامة أصلا، لأن لو كان في إمامة لطلب بها علي رضي الله عنه، مش يخرج لمقاتلي مانع الزكاة اللي عندكم وما نودي مثل ما نودي بالولاية. لكن الصنف أخذ رؤوس سادات الشيعة للأسف، هكذا يتهربون. اسمه عمل لي حظر والله الآن، سيد ليث الصافي. سيد ليث الصافي عمل لي حظر بس علشان يروح يسأل أصحاب الصنف. صنف إيه يعني؟